الو. اي ماما يا حبيبتي، والله العظيم داخل على الصيدليه اهو، هجيب الدواء واجي على طول. ايه اللي في جيبك ده يا على صور قبيحه يا ماشي معاك حاجه يا لا فندم تعال ارفع لي كده يا ماشي ماشي انت اصلا ما ينفعش تخبي حاجه برفعك كده اللي في جيبك ده معاك حاجه يا معاك حاجه بقول لك ايه ما تناميش عشان انا محضر فيلم نتفرج عليه مع بعض يلا ابويا انت عمرك يا باشا هات الواد اللي بيتكلم في التليفون هناك ده حصل يلا بسرعه يلا يا ابن اركب يلا اخلص يلا يلا شاهد يلا يلا يا عم اطلع يلا يلا سلام تعال كلم الضابط عايزك في ايه كلم الباشا عايزك طب بالراحه طيب في ايه اهدى طب ماشي مسكني جامد ليه طيب طول عمرك يا باشا ايه يا ابني اللي موقفك في الضلمه كنت بتكلم في التليفون ما بيكلم مين مستني حد في المنطقه تليفون شخصي استغفر الله العظيم ايه اللي على ظهرك دي شنطه ما انا عارف يا حبيبي ان الشنطه فيها ايه فيها حاجات حاجات طب اهدى طيب بالراحه على فكره اللي انت بتعمله ده مش قانوني وانت بقى يروح امك هتعلمني القانون؟ لا ما تغلطش. انا طالب في لسانس حقوق. ماشي. هات بطاقتك. ما تشوف بقى اخرتها. تمام يا باشا الشنطة ما فيهاش حاجة. انت طالب في حقوق فعلا. انا هكدب عليك ليه؟ ممكن امشي؟ لا تمشي ايه؟ مش معنى ان انت طالب يعني تمشي. ما انت ممكن تبقى حرامي، تاجر مخدرات بتشربها، ارهابي، لسه مش عارفين. طب ما انت فتشتني وما لقيتش حاجه لما البطاقه دي شكلها مضروب يعني ايه يعني ناخدك على اسم معانا نشوف حكايتك ايه وتتعلم ازاي تتكلم مع الناس بقى ده خد على البوكس ابويا اللي انت بتعمله ده في يلا 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 واتش ات